كابتن اسامه، يمكن قلت قبل المباراه ان انت خايف من الجوانب الدفاعيه، وبالرغم من ان مستر موسيماني مع بدايه الشوط الثاني ما استناش، هو عمل تغيير دفاعي والمفروض ان هو ظبط الامور الدفاعيه ورا، الى ان استقبلنا هدف بكل سهوله. يعني ما هو اصل مش شرط انك انا ان انت تعمل الصح وما يجيش فيك اجوان، او تعمل الغلط وما يجيش فيك اجوان، يعني ممكن كده وممكن كده احيانا، لكن الطبيعي ان انت بتعمل الصح، الطبيعي ان انت بتعمل الفرقه بحيث انها دفاعيا تبقى مظبوطه، في نص الملعب تبقى مظبوطه، قدام تبقى مظبوطه. الشوط الاولاني كان فيه مجازفه غير طبيعيه، غير طبيعيه بايه؟ ان احنا قلنا انه بيلعب بدر بنون وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا اللي هو اصلا مش قلب دفاع. ايوه. مع ان حمدي فتحي اصلا مش قلب دفاع، حمدي فتحي بيلعب ثالث وبيكمل. أي. لكن احيانا بيلعبها، لكن لما يطلع مين اللي هيبقوا في العمق؟ خاصه ان كمان ميكسوني محطوط ظهير ايسر. ميكسوني محطوط الخامس، احنا بنلعب 3 4 3. محطوط في الاربعه اللي في النص بس على الطرف، اللي هو برده بيقوم بمهمه الهجوم، ولكن ليه مهام دفاعيه، وليه وقفات ان يغطي لجوه ازاي، وليه وقفات ان امتى يقف لو حس ان الحته دي فيها خطوره شويه. مش يعني تحس انه مش بيلعب كظهير. أي. يعني علي معلول بيلعب المكان ده، بس علي معلول اصلا ظهير، ومع ذلك بيبقى علي معلول بيلعب جنبه مين؟ ايمن اشرف اللي هو اصلا سيرد باك وباك ليفت، يعني بيلعب باك ليفت بيعرف يجيدها وبيلعب سيرد باك، فمأمن علي معلول كويس. لكن انت في الجنب ده انت حطيت احمد نبيل كوكا اللي هو اصلا مش سيرد باك، وميكسوني اللي هو اصلا مش باك ليفت، اللي هو الرابع اللي احنا بنقول عليه 3 4 3 اللي هو الرابع من بره. صحيح ليه مهام هجوميه، وصحيح انت النادي الاهلي، بس مش في كل وقت هيبقى في مهام هجوميه. في وقت جدا لازم هيقف مظبوط ورا كمدافع. الشوط الاولاني انت جبت جون يعني بايه؟ تنزلت ضاغط قوي، وانا قلت لك عدد المهاجمين كتير، يعني احمد عبد القادر، ميكسوني، شريف، قفشه، اللي عندهم النزعه الهجوميه، اللي عندهم نزعه هجوميه، لكن ورا هتبقى في مشاكل كبيره، لانك انت كمان حاطط اتنين في نص الملعب، حاطط ديانج وجنبه قفشه، يعني قفشه اساسا مهامه هجوميه اكتر. كانك حاطط ديانج، فانت فتحت نص الملعب وفتحت الجنب، بس ربنا كرمك وقدرت في بدايه الشوط بالحماس بتاع اللعيبه والضغطه الهجوميه اللي انت عملتها اربكت فرقه كويس فيوتشر وجبت جون. ليه ما قدرتش تحافظ على الجون؟ ما هو انا قلت لك انه 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 ما قدرش بقى، خلاص بيحصل اخطاء. هو طبعا رامي اترقص في الكره دي، رغم ان رامي اساسا مساك، عشان الناس ما تفهمش انه، بس ممكن يكون يعني لسه نزوله دوت كان ما سخنش قوي، ما تعرفش الراجل برده احمد عاطف رقصه كويس ولعبها لتحت قدر يجيب. بس برده في الشوط الاولاني، في نهايه الشوط الاولاني لما فرقه فيوتشر خدت الصدمه الاولانيه ال 10 دقائق ربع ساعه، الاهلي كان ضاغط فيها وارباكهم، اللي كانت اسهل فتره النادي الاهلي يجي فيها الجون الثاني. مظبوط. كانوا مرتبكين خالص، لان الجون جه بدري في الدقيقه 2. في نهايه الشوط اكتر من كوره راحوا بيها برده من العمق، او كور عرضيه عدت الديفنس، واحده كان هيجيبها اعتقد غنام محمد سند بصدره والشناوي طلع له خدها كويس، وواحده احمد عاطف اتلعبت له في العمق حطها في بطن العرض في القائم من تحت. يعني في نهايه الشوط باين ان بقت المشاكل اللي احنا كنا بنقول عليها تحصل. هو عدل ما استناش، هو حس ان في مشكله عند ميكسوني، فعشان كده ودى كوكا شمال ونزل رامي في العمق. بس انا ده كده الصح، ده يعني انا بتكلم كحاله ماشي، لانه بقى في سيرد باك، سيرد باك رامي جنبه بنون، جنبه كويس. حمدي بقى كويس قوي. لكن حصل انه لا لا، خليني اقف يعني معاك في النقطه ديت. انا هقف عند النقطه ديت. معنى كده ان المشاكل الدفاعيه كانت في خط الدفاع بس، ما كانش في مشاكل دفاعيه عندك في نص الملعب؟ ما انا بقول لك المشكله في ايه، انك انت في نص الملعب حاطط ديانج وقفشه، يعني انت بتلعب 3 4 3، وحاطط على الطرف ميكسوني، وحاطط ورا احمد نبيل، فطبعا مشاكل كتيره في نص الملعب وورا في الاطراف عند ميكسوني، وفي نص الملعب عند قفشه، لانك انت لساند قفشه بسيرد باك، اصلا سيرد باك، ولا بايز. ساند ميكسوني بديفندر، يعني قفشه مش ديفندر، انت حاطط ديانج بس اللي هو يعتبر رقم 6 او وسط مدافع، ان عنده كميات جري والتحامات، انت حاطط قفشه كمان
بيزيد في الناحيه الهجوميه، فكانك بتلعب 3-1 والباقي كله مهاجم، يعني كانك بتلعب بكوكا وحمدي وبدر بنون وقدامهم بس ديانج، فمساحه نص الملعب لما احنا بنهاجم، عشان كده كثافتنا في الهجوم كانت كتيره، ولكن اي كره في نص الملعب سهل قوي يتنقلوها في الاجنبي يتنقلوها. مظبوط، بس مجرد بمجرد نزول رامي بقى عندك بدر ورامي مظبوط، وعندك اكرم وعندك كوكا، ايوه كده اتظبطت الى حد كبير، يعني وعندك حمدي فتحي وديانج مظبوط مظبوط صح، هو الامور اتظبطت شويه. هو ما هو 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 احيانا حتى في الشوط الثاني لعب بحمدي في نص الملعب جنب ديانج بين 4-2-3-1، واحيانا كان بيرجع حمدي برضو بين رامي وبدر بنون 3، يعني في جزء من الشوط الثاني لعبوا 3 وفي جزء لعبوا 4 وودى حمدي بقى نص الملعب قوي وبقى رامي وبدر بنون بس. ايا كان هي اتظبطت نسبيا احسن من الشوط الاولاني، ولكن الاخطاء بتحصل في كره القدم. الكره اتلعبت برضو في العمق من ظهر رامي، احمد عاطف اتصرف فيها كويس ورقصه وعملها لتحت، ندفت جاي سهل، مفيش حد كان قافل، يدوب اعتقد مش عارف مين اللي كان جاي معاه، احمد عبد القادر ولا بيرسي تاوي اللي كان جاي معاه متاخر، وهو برضو اشترك بسرعه كريم ندفت وحطها، فحصل ربكه شويه. الاغرب بعد ما نتكلم فيها انه انا شايف ان احمد عبد القادر ما كانش يطلع، كان عامل رغم انه تعب شويه ولكن كان عامل قلق ناحيه الشمال، كان يقدر قفش يطلع قبل من كان عامل قلق ناحيه الشمال. فانت تحس انك انت بعد ما جاي فيك الجون بقيت مستعجل قوي على انك تحط الكره في ال 18 وخلاص، يعني ساعات كنا بنلاقي 4-5 في ال 18 وعايزين نشعلق لهم الكوره، وده مش اسلوب لعب النادي الاهلي قوي. يعني فترات قليله اللي ابتديت تروح على الطرف تنقل بين الشحات مثلا واكرم وبيرسيتاو، اللي الحاجات اللي بتخش بيها من الجنب لل 18 وتلعب، رغم ان هم عملوا زحمه لكن بقت افضل من كنت بتعمل الكور الطويله بالذات في اخر 10 دقائق، ابتديت تحط كثافه في ال 18 وعايز تعمل الكور بسرعه طويله، وهم كمان نزلوا سعد سمير بقى ثالث في العمق، بقوا 3 بدل ما كانوا بيلعبوا 4 بقوا 3 في العمق، فبقت زحمه قوي وكان هجماتهم المرتده خطر. يعني الماتش في مجمله من وجهه نظري هي نتيجه عادله كده، يعني على احداث الشوط الاولاني اللي احنا ابتدينا بشكل كويس وجبنا جون وهم مسكوا نفسهم الشوط الثاني ونهايه الشوط الاولاني وجابوا جون، تحس ان الفرص يعني متقاربه، ما فيش يعني، فهارد لك وكره القدم كده، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله يعني. باذن الله رب العالمين.